بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل إخواننا متابعي قناة تربية الدواجن، مرحبا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله حنضع واحد المسألة، عفوا، بعض الأحيان بعض الإخوان تيحاولوا يوضعوا بيض الدجاج مع بيض نوع آخر من الدواجن. مثلا كما وضعت أنا دابا، وضعت بيض أربط، وضعت بيض أربط. في هذه الحالة أنا بغيت نوضع معاه بيض الدجاج، فما يمكنش نوضعه معاه في نفس الوقت. نوضع بيض الدجاج مع بيض أربط في نفس الوقت، نحط البيض جوج الأنواع. لا، للعلم أن بيض البط مثلا سيوضع سيفقص في 28 يوم، فما يمكنش نوضع معنا بيض الدجاج اللي تيفقص في مدة ديال 20 يوم 22 يوم. هاد الحالة شنو غادي نعمل؟ غادي نوضع بيض البط ولا بيض نوع آخر اللي تي بطبيعة الحال تيشد مدة طويلة. بيض البط، ديك بيض ديال بي بي ولا شي نوع بحال هكا. في هاد الحالة كيف ما قلت غادي نوضع بيض البط أسبوع، غادي نوضع بيض البط غادي نصبر أسبوع ثم نوضع بيض الدجاج، فما نحطوش في نفس الوقت بيض البط مع بيض الدجاج. لا، كيف ما قلت نعاود، فكل ما تكرر تكرر. نوضع بيض البط ونصبر أسبوع ثم نوضع بيض الدجاج. الفكرة هذه راه أنا عارف بأن راه كثير من الإخوة فراسو، ولكن راه الكثير أيضا ما فراسوش وما عارفينش. أنا على تنحاول نذكر الإخوة اللي عارفين، راه عارفينها، ما نحتاجوش أننا نذكرهم بها، الإخوة عارفينها. لكن هناك بعض الإخوان ما عارفينهاش، نتنذكرهم ونوريهم الإخوان اللي ما عارفينهاش. وتقريبا هذا كل ما كاين في هذه الحلقة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.